بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم يا حبايبي الطلاب، طلاب بريب 1، مع حصه جديده من حصص مستر ساينس مع مستر شريف الهواري. يا رب نكون ذاكرنا الدرس اللي فات وشفنا الجزء الاول من درسنا. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن الجزء الثاني من ليسن 2 في يونت 1، الكيميكال فورمولا. تعالوا نتكلم عنها بالتفصيل ونشوف درسنا النهارده. كنا النهارده بقى عايزين نعرف يعني ايه الكيميكال فورمولا يا مستر، وهي ترى هتفيدنا في ايه او هنستخدمها في ايه، وهل بتيجي في الامتحان ولا لا؟ طبعا هي اكيد سؤال اساسي في الامتحان، الجزئيه بتاعت الكيميكال فورمولا دي. يلا مع بعض نشوفها ونتابعها ونشوف ازاي نحل الكيميكال فورمولا. هقول لك حاجه، لو انا قلت لك مثلا اكتب لي رمز او قول لي مثلا اللي هو الكبر كربونيت، بص انا هختبر فيك حاجه. الكبر كربونيت، قول لي كده في كام كبر اتوم وفي كام اكسجين وفي كام، يعني في كام اتوم، هاو ماني اتومز، واعمل لك اهو. تقول لي ايه ده يا مستر ده، وانا هعرف منين يعني، هعرف منين في كام اتوم؟ يعني مثلا انت كاتب لي حروف كبر كربونيت، اهو بقى الكيميكال فورمولا يا ولاد هي اللي هتعرفني في كام اتوم، في كام اليمنت، اللي احنا بنقول عليها بالعربي صيغه كيميائيه، اللي انت لما تخش معمل تلاقي المستر يقول لك ايه، CuCO3 دي الكبر كربونيت يا ولاد، هي بقى دي الكيميكال فورمولا. طب ايه الديفينيشن بتاعها يا ولاد؟ يعني ايه كيميكال فورمولا؟ It is a formula which represents the number and the type of atom in a molecule. تاني كده، صيغة بتوضح لي عدد ونوع الاتومز في المولكيول ده، عددهم كام ونوعهم اللي هم مين، كربون ولا اكسجين ولا كبر. فهمنا؟ ديفينيشن سهل جدا وفي منتهى الاهمية. What is meant by chemical formula? It is a formula which represents the number and the type of atoms in a molecule. Formula بتعرفني نوع عدد ونوع الاتومز في المولكيول ده. طب يا مستر هنعملها ازاي بقى؟ خليكم معايا بقى كده. التيبل ده هو اللي انا هشرحه جاي دلوقتي كده، وهشرحه في الباوربوينت، وركزوا معايا يا ولاد. يلا خليكم معايا كده. هيجي لك في الامتحان يقول لك رايت ذا كيميكال فورمولا فور نمبر 1، عايزك تكتب لي الكيميكال فورمولا للكومباوندز دي. بصوا بقى كده وركزوا قوي، عايزك تكتب لي الكيميكال فورمولا. تعال نبدا باللي انا سالتك عليها اللي هي الكبر كربونيت، وعايز الكيميكال فورمولا للصوديوم كلورايد، وعايز الكيميكال فورمولا للكالسيوم اوكسايد، هبقى اجيب لكم كل الحالات لان في حالات فيها، وعايز الكيميكال فورمولا للالومنيوم اوكسايد. تعالوا نحل دول ونشوف بعد كده الباقيين. ركز معايا، نبدا بالكبر كربون، كم حاجه كده اسمعهم مني وشوف هتعمل ايه. بص يا ولاد، اول حاجه تحت كل كلمه هتحط الرمز بتاعها، كل كلمه وتحط الرمز ايه بتاعها. يعني الكبر رمزه ايه؟ هتقول لي يا مستر سيو، يا انت في الامتحان هتكتبها زي ما انا كتبت كده بالظبط. طب الكربونيت، اه يا مستر انت كده بقى مسكتنا من الايد اللي بتوجع عليا، بس احنا لسه ما حفظناهاش. حاضر انا عارف، تروح جاي كده الكربونيت المستر قالها لنا في الراديكالز، الكربونيت اهي يا مستر سي او 3 وكانت داي فيلنت، حقك تبص النهارده اي كربونيت سي او 3 وداي فيلنت. ارجع كده اكتب اسمها رمزها تحت اسمها سي او 3 والمستر قال داي فيلنت، تروح عامل ايه يا ولاد؟ عارفين المقص اهو، الكربونيت داي فيلنت هتروح حاطط هنا التو، زهقانه من الفيلنسي بتاعها ارميه بعيد مش عايزاه، خلاص خلاص ارميه تحت الكبر. طب الكبر، الكبر برضو يا ولاد كنا قلناه في التيبل ده، قلت لكم النهارده حصه معظمها حفظ، الكبر كان الفيلنسي بتاعه داي فيلنت، داي فيلنت هو مش موجود هنا برضو بس هنحفظه بقى، يعني الكبر داي
فيلنت اللي هو السي يو، تمام كده؟ يعني ممكن اكتبه لكم هنا اهو، السي يو ده برضو بيكون داي فيلنت تبع العيلة دي. طيب هنرجع تاني، يبقى داي فيلنت. وبعدين يا مستر برضو ايه، حط بص، خدت بخلت بخلت وبالكو كده، حط التو فين؟ الناحية التانية. طب وبعدين يا مستر، يلا لو الرقمين دول يا ولادي يقبلوا اللي هم يحصل لهم يعني اختصار مع بعض كده، divided to equal 1 divided to equal 1 كده، السي يو اصبح تحتها ايه؟ الرقم الجديد تحتها 1 يا مستر، تتكتب زي ما هي. والكربونيت سي او 3 يا مستر تحتها ايه؟ 1، تتكتب زي ما هي. هو ده يا ولاد رمز الكبر كربونيت، سي يو سي او 3 كده. تعرف تقول لي فيه كام اتوم؟ تصدق يا مستر كده وضحت ازاي؟ بصوا كده، كام سي يو؟ واحدة. كام كربون؟ واحدة. دي كده اتنين يا مستر. كام اكسجين؟ 3. يبقى عندك كده كلهم كام اتوم؟ 5 اتومز. ايه يا مستر ده؟ ده احنا اللي حضرتك كنت كاتبها لنا بالكلام اهي، كبر كربونيت دي ما كناش عارفين كام. لما كتبنا الكيميكال فورمولا وطلعت CuCO3 طلعوا كام اتوم؟ 5 اتومز. فعلا يا مستر دي الكيميكال فورمولا دي، الفورمولا دي عرفتني النمبر اند ذا تايب اوف اتومز ان مولكيول. ذا نمبر، النمبر والتايب بتاع الاتومز فين؟ في المولكيول. شوف اكزامبل كمان، صوديوم كلورايد. يلا يا ولاد كالعاده، الصوديوم رمزه ايه؟ ان ايه تحتها، والكلورايد اللي هو الكلورين سي ال. الصوديوم واحد شاطر بقى، الصوديوم يا مستر 11، وصل بفكر ازاي زيكم، 2 8 1، ده لوز 1 يا مستر، يبقى مونو فيلنت على طول، وتكتب ال1 الناحيه الثانيه، مش طايقاها خلاص رميها بعيد. السي ال، السي ال 17، السي ال 17 يعني 287، ده جين يا مستر، جين كام؟ جين 1 عشان يبقى اخره 8، يبقى مونو فيلنت على طول. ال1 ده كانه مش موجود، ال1 كانه مش موجود، يبقى الرمز يتكتب ازاي؟ ان ايه تحتها حاجه؟ لا 1 خلاص كانه مش موجود انساه، والسي ال تحتها حاجه؟ لا، يبقى ان ايه سي ال. ادي الصوديوم كلورايد. غلطان جدا بقى اللي هاجي في يوم من الايام اقول له اكتب لي صوديوم كلورايد يقول لي ان ايه 2 سي ال. غلط، انت خلاص واحد اتعلم ان الكيميكال فورمولا للصوديوم كلورايد ان ايه سي ال. فهمنا يا ولاد؟ نشوف اكزامبل كمان، نشوف الكالسيوم اوكسايد. يلا الكالسيوم يا مستر انا حافظ ان هو سي اي، والاوكسايد اللي هو الاكسجين او. الكالسيوم 20 اوزع هنا على جنب كده صفحة التوزيع دي، 2 8 8 2، اخره 2 يا مستر، يعمل لهم لوز، لوز 2، يبقى داي فيلنت على طول. هتروح عامل سه مقص، مش عايزهم ال 2 دول، ارميهم بعيد. الاكسجين او 8 2 6، جين 2 عشان يبقى اخره 8، يبقى داي فيلنت برضو يا مستر. ارجع تاني، يبقى الاكسجين داي فيلنت. ينفع نختصر؟ اه، التو مع التو، يبقى الرمز يكتب ازاي؟ سي اي والاو تحتها برضو كام؟ 1، يبقى سي اي او. ادي الكيميكال فورمولا للكالسيوم اوكسايد، كام اتوم؟ واحده كالسيوم وواحده اكسجين. طب يعني انتوا يعني هقول لكم ايه، بس يعني انتوا كده بذمتكم كده كنتوا ينفع تعرفوا في كام اتوم لما كنت كاتب لكم كالسيوم اوكسايد؟ لا، لكن لما كتبت لكم سي اي او عرفتوا ان في اتوم سي اي اللي هي الكالسيوم، واتوم او اللي هو الاكسجين. شفتوا بقى الكيميكال فورمولا عرفتني ايه؟ اكزامبل تاني، الومنيوم اوكسايد. الالومنيوم لو تفتكروا احنا كنا جايبينه من اللي هو ايه يا اولاد؟ الالومنيوم بصوا كده معايا كان من التراي فيلنت، التراي فيلنت اليمنتس اللي هو ايه؟ الالومنيوم اي ال 13 اهو، تراي فيلنت. والاكسجين كان، انا بفكركم بس ان هو هنا برضه داي فيلنت، او ممكن توزع لو انت حافظ. يلا
الالومنيوم Al والاكسجين O اللي هي اوكسايد. اعمل المقص بتاعك. الالومنيوم قلنا ايه؟ تراي فيلنت، احط التلاتة تحت الاو مش عايزها، ارميها بعيد. والاكسجين داي فيلنت، ارمي الاتنين الناحية التانية. ينفع دول يختصرهم مع بعض يا ولاد؟ لا يا مستر. يبقى الرمز يتكتب ازاي؟ ال AL تحتها كام؟ اه الرقم يا مستر الجديد 2، وال O تحتها كام؟ 3. يبقى الرمز بتاع الالومنيوم اوكسايد ايه؟ Al2O3. ممكن يجيب لك في الامتحان write the chemical formula، ده مش ممكن، ده اكيد جاي. write the chemical formula for each of the following، ويديك الرمز، انت تبقى حافظ الفالنسي وتبقى حافظ طبعا الراديكالز وتعرف تحل. نشوف بقى اكزامبلز تاني، نكبر شويه نوسع شويه. تعالوا نشوف الصوديوم صلفيت. صوديوم صلفيت، يلا يا ولاد. الصوديوم ان ايه؟ ما فيهاش جديد. الصلفيت ايه الصلفيت ده يا مستر؟ الصلفيت ده اه ده الراديكالز يا مستر صح؟ اه بصوا كده، فاكرين العيلة بتاعت الكربونيت والصلفيت اللي هما كانوا الوحيدين اللي ايه؟ اللي دايفيلنت. اه افتكرنا يا مستر، يلا نشوف. الصوديوم صلفيت، يلا. الصلفيت اللي هي SO4 وكان دايفيلنت، احط التو هنا. والصوديوم مونوفيلنت، عرفت ازاي؟ هفكر، هفضل دايما افكر. 281 اللي هو 11، 281 لوز 1 يبقى مونوفيلنت. الرمز الجديد يتكتب ازاي؟ ال NA تحتها كام؟ 2 اهي. ال SO4 هي الصلفيت تحتها كام؟ 1. ال 1 ده انساه كانه مش موجود، يبقى Na2SO4 ادي الصوديوم صلفيت. فهمنا يا ولاد؟ اكزامبل تاني، عايز الرمز بتاع، خلي بالك بقى كده من اللي جاي دي، الومنيوم الومنيوم هيدروكسيد. ركز بقى، الومنيوم هيدروكسيد. الالومنيوم رمزه ايه يا ولاد؟ Al. والهيدروكسيد فاكرينها في الراديكالز، بصوا كده اهي الهيدروكسيد اهي، نحفظهم. رمزها ايه؟ او اتش. والفالنسي مونوفالنت اهو، او اتش والفالنسي بسرعه قبل ما ننساه مونوفالنت. والالومنيوم كام؟ تراي فالنت. انا متاكد ان انتوا هتعملوها في الاول غلط والناس مستعجله صح؟ بصوا كده، واحد يقول لي يا مستر اي ال او اتش اللي اللي تحتها 1 مش هنكتبه يا مستر، الاو اتش تحتها 3 كده، هقول لك كده غلط مليون في المية. ايه يا مستر بقى؟ عارف ده انت معناه ايه يا ولاد؟ معناه ان الاتش هي اللي عددهم كام؟ 3. لا احنا اتفقنا ان الراديكال دي اللي هي مجموعة الاو اتش الهيدروكسيد دي، قلنا في الخناقة بيكونوا كأنهم راجل ايه؟ واحد. فينفع تدي التلاتة للاتش وما تديهاش للاو؟ للاو تزعل كده. فالرمز يتكتب ازاي؟ الرمز هيتكتب كده Al OH by 3، بتتنطق كده Al OH by 3. عارفين يعني ايه يا ولاد؟ يعني التلاتة دي بتاعت ال OH كلها، فعملنا براكت كبير كده وحطينا ال OH فيها وكتبنا Al OH by 3. يا رب تكونوا فهمتوها. نشوف اكزامبل تاني، اكزامبل تاني هقول لك مثلا كالسيوم، كالسيوم نيتريت. فاكرين الواد نيتريت الكبير اللي في الراديكالز كان رمزه NO3، والكالسيوم CA. طبعا بكتب كل حرف او كل يعني كل رمز تحت الاسم بتاعه. الكالسيوم كنا لسه من شويه قايلين ان هو CA20 او لو تفتكروا، افكركم كنا بنوزع اخره 2 يبقى لوز 2 يبقى دايفيلنت، يروح رامي الاتنين بعيد مش عايزها. النيتريت، النيتريت دي كان من الراديكالز اللي هي اهو مونوفيلنت صح كده، يبقى 1. يلا اكتب لي الرمز بقى، كل واحد يكتب لي بالرقم الجديد اللي تحتيه، يعني سي اي تحتها 1، خلاص مش هنكتب. ها ان او 3. الله ايه يا مستر ده بقى؟ عادي، ما احنا اتفقنا ان الاتنين دي بتاعت الجروب كلها، يبقى باي 3.
CaNO3 by 2، سوري CaNO3 by 2. فهمنا يا ولاد؟ تمام كده؟ كده بصوا، ادي مثلا ادي كده الكيميكال فورمولا، الكيميكال فورمولا للكالسيوم نيتريت. لو كنت قلت لك من هنا لبكره الكالسيوم نيتريت فيه كام اتوم ما كنتش عمرك تعرف، الا لما تكتب لي الرمز CaNO3 by 2. في واحده كالسيوم، احفظ معايا، في كام نيتروجين، اوعى تقول واحده لان الاثنين اللي بره دي بتاعتها، يعني في اثنين نيتروجين يبقى واحده كالسيوم واثنين نيتروجين. في كام اكسجين، ادي 3 باي 2، 3 باي 2 يبقى 6، يبقى 6 اكسجين. كلهم كام اتوم كده يا ولاد؟ 9 اتومز، كلهم 9 اتومز. بذمتك كنت هتعرف لو انا قلت لك الكالسيوم نيتريت بس كده بالكلام؟ لا، يبقى مين اللي وضح لك الكيميكال فورمولا؟ طيب اكزامبل كمان، لما اقول لك هيدرو كلوريك اسيد، ولما اقول لك سلفوريك اسيد، ركز معايا، اول ما تسمع كلمه اسيد دي بقى حاله جديده يا ولاد، اول ما تسمع كلمه اسيد وانت مغمض ابدا بيتش، يا رب تفتكروا كلامي وانت بتحلوا. اول ما تسمع كلمه اسيد ابدا بيتش، معلش على الشمال طبعا. هيدروكلوريك، كلوريك يبقى كلورين سي ال، الهيدروجين مونوفالنت والكلورين 17287 جين 1 يبقى الفالنس بتاعه ب 1. بص انا بقعد افكر كاني انت اللي بتحل، يبقى الاتش تحتها 1 والسي ال تحتها 1، هو ده الهيدروكلوريك اسيد اتش سي ال. طب السلفوريك جايه من السلفيت، فين السلفيت؟ اهي اس او 4 داي فالنت، يبقى SO4 وداي فيلنت، ارمي الاثنين بعيد مش عايزاه، والهيدروجين مونو فيلنت، يبقى الرمز يتكتب ازاي؟ ال H تحتها كام الرقم الجديد دلوقتي؟ 2 وال SO4. طب هنا يا مستر ما حطيتش براكت ليه؟ عشان ال 1 قلنا كانه مش موجود، يبقى ده رمز السلفوريك اسيد. اتدرب كتير، حل اسئله كتير على الكيميكال فورمولا، عايزك تحفظ لي يعني ديفينيشن الفالنسي زي اسمك، ديفينيشن الاتوميك جروبس اللي هو الراديكالز زي اسمك. تمام كده يا اولاد؟ يبقى عندنا تو ديفينيشنز النهارده، الفالنسي والاتوميك جروبس. تمام كده؟ تحفظ لي بقى الجدول بتاع الراديكالز، اديك شفت مهم ازاي. تمام؟ هم كلهم مونو ما عدا اتنين داي اللي هم الكربونيت والصلفيت، واحد تراي فالنت اللي هو الفوسفيت. تمام؟ والباقي مونو اللي هو الهيدروكسيد والنيتريت والنيتريت والنيترايت وطبعا يا ولاد الهيدروكسيد وكده. كلهم مونو. طيب ده بالنسبه، وطبعا تتدرب على الكيميكال فورمولا، تحل اسئله كتير وتبعت لي اللي انت عايزه او اللي انت مش فاهمه على ابلكيشن مستر ساينس في الجزء بتاع اسال المستر اونلاين، ادخل واكتب سؤالك هيجي لي على طول اللي انت بعت لي سؤال. ان شاء الله بالتوفيق لكم. نذاكر الدرس ده كويس جدا، لو في اي حاجه صعبه اكتبوا لي في التعليقات. بالتوفيق لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.